أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحدثنا أبو كامل الجحدري، فضيل بن حسين، وعثمان بن أبي شيبة، كلاهما عن بشر. قال أبو كامل: حدثنا بشر بن المفضل، حدثنا عمارة بن غزية، حدثنا يحيى بن عمارة، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا اله الا الله. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا سليمان بن بلال، جميعا بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة حا وحدثني عمرو الناقد قالوا جميعا حدثنا أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن اسماعيل بن جعفر، قال ابن ايوب: حدثنا اسماعيل: اخبرني سعد بن سعيد عن عمر بن كثير بن افلح عن ابن سفينه عن ام سلمة انها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما امره الله. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة يخطبني له. فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن سعد بن سعيد قال: أخبرني عمر بن كثير بن أفلح، قال: سمعت ابن سفينة يحدث أنه سمع أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت فلما توفي أبو سلمة، قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سعد بن سعيد أخبرني عمر يعني ابن كثير عن ابن سفينة مولى أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث أبي أسامة وزاد قالت فلما توفي أبو سلمة قلت من خير من أبي سلمة؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عزم الله لي فقلتها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حضرتم المريض او الميت فقولوا خيرا فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون قالت فلما مات ابو سلمه اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان ابا سلمه قد مات قال قولي اللهم اغفر لي وله واعقبني منه عقبى حسنه قالت فقلت فأعقبني الله من هو خير لي منه محمدا صلى الله عليه وسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن قبيسة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة، وقد شق بصره، فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله، فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونوّر له فيه. وحدثنا محمد بن موسى القطان الواسطي، حدثنا المثنى بن معاذ بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عبيد الله بن الحسن، حدثنا خالد الحذاء، بهذا الاسناد نحوه غير انه قال واخلفه في تركته وقال اللهم اوسع له في قبره ولم يقل افسح له وزاد قال خالد الحذاء ودعوه اخرى سابعه نسيتها وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن العلاء بن يعقوب، قال: أخبرني أبي أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا الإنسان إذا مات شخص بصره؟ قالوا: بلى، قال: فذلك حين يتبع بصره نفسه. وحدثناه قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن العلاء بهذا الإسناد. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نُمير وإسحاق بن إبراهيم، كلهم عن ابن عيينة. قال ابن نُمير: حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن أبيه عن عبيد بن عمير. قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة، قلت غريب وفي أرض غربة. لابكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيات للبكاء عليه اذ اقبلت امراه من الصعيد تريد ان تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتريدين ان تدخلي الشيطان بيتا اخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم ابك حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا حماد يعني بن زيد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فارسلت اليه احدى بناته تدعوه وتخبره ان صبيا لها او ابنا لها في الموت فقال للرسول ارجع اليها فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فعاد الرسول فقال انها قد اقسمت لتاتينها قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عباده ومعاذ بن جبل وانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع، كأنها في شنه، ففاضت عيناه. فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابن فضيل، حا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه جميعا عن عاصم الاحول بهذا الاسناد غير ان حديث حماد اتم واطول حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفي وعمر بن سواد العامري قال اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث الانصاري عن عبد الله بن عمر قال اشتكى سعد بن عباده شكوى له فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابي وقاص وعبد الله بن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشيه فقال اقد قضى قالوا لا يا رسول الله فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه: أو يرحم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر عن عمارة يعني ابن غزية عن سعيد بن الحارث بن المعلى عن عبد الله بن عمر أنه قال كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخ الأنصار كيف أخي سعد بن عباده فقال صالح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعوده منكم فقام وقمنا معه ونحن بضعه عشر ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص نمشي في تلك السباخ حتى جئناه فاستاخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين معه حدثنا محمد بن بشار العبدي حدثنا محمد يعني بن جعفر حدثنا شعبه عن ثابت قال سمعت انس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبر عند الصدمه الاولى وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر اخبرنا شعبة عن ثابت البناني عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى على امراه تبكي على صبي لها فقال لها اتق الله واصبري فقالت وما تبالي بمصيبتي فلما ذهب قيل لها انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها مثل الموت. فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين. فقالت يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول الصدمة. أو قال: عند أول الصدمة. وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي. حدثنا خالد يعني بن الحارث حا. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي. حدثنا عبد الملك بن عمرو حا وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا عبد الصمد قالوا جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحو حديث عثمان بن عمر بقصته وفي حديث عبد الصمد مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن بشر قال ابو بكر حدثنا محمد بن بشر العبدي عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا نافع عن عبد الله ان حفصه بكت على عمر فقال مهلا يا بنيه الم تعلمي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر عن الاعمش عن ابي صالح عن ابن عمر قال لما طعن عمر اغمي عليه فصيح عليه فلما افاق قال اما علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الميت ليعذب ببكاء الحي حدثني علي بن حجر حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه وآ فقال له عمر يا صهيب أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي وحدثني علي بن حجر أخبرنا شعيب بن صفوان أبو يحيى عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده بن ابي موسى عن ابي موسى قال لما اصيب عمر اقبل صهيب من منزله حتى دخل على عمر فقام بحياله يبكي فقال عمر علام تبكي اعلى تبكي قال اي والله لعليك ابكي يا امير المؤمنين قال: والله لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبكى عليه يعذب. قال: فذكرت ذلك لموسى بن طلحة فقال: كانت عائشة تقول: إنما كان أولئك اليهود. وحدثني عمرو الناقد، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس: ان عمر بن الخطاب لما طعن عولت عليه حفصه فقال يا حفصه اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المعول عليه يعذب وعول عليه صهيب فقال عمر يا صهيب اما علمت ان المعول عليه يعذب حدثنا داود بن رشيد حدثنا إسماعيل بن علية حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال كنت جالسا إلى جنب ابن عمر ونحن ننتظر جنازة أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره بمكان ابن عمر فجاء حتى جلس إلى جنبي فكنت بينهما فاذا صوت من الدار فقال ابن عمر كانه يعرض على عمر ان يقوم فينهاهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الميت ليعذب ببكاء اهله قال فارسلها عبد الله مرسله فقال ابن عباس كنا مع امير المؤمنين عمر بن الخطاب حتى اذا كنا بالبيداء اذا هو برجل نازل في شجره فقال لي اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل فذهبت فاذا هو صهيب فرجعت اليه فقلت انك امرتني ان اعلم لك من ذاك وانه صهيب قال مره فليلحق بنا فقلت ان معه اهله قال وان كان معه اهله وربما قال ايوب مره فليلحق بنا فلما قدمنا لم يلبث أمير المؤمنين أن أصيب فجاء صهيب يقول وأخاه وصاحباه فقال عمر ألم تعلم أو لم تسمع قال أيوب أو قال أولم تعلم أو لم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببعض بكاء أهله قال فأما عبد الله فأرسلها مرسلة وأما عمر فقال ببعض فقمت فدخلت على عائشة فحدثتها بما قال ابن عمر فقالت لا والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قط إن الميت يعذب ببكاء أحد ولكنه قال إن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابا وإن الله لهو أضحك وأبكى، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أيوب: قال ابن أبي مليكة: حدثني القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر وابن عمر، قالت: إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني عبد الله بن ابي مليكه قال توفيت ابنه لعثمان بن عفان بمكه قال فجئنا لنشهدها قال فحضرها ابن عمر وابن عباس قال واني لجالس بينهما قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي فقال عبد الله بن عمر لعمر بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهى عن البكاء فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من مكه حتى اذا كنا بالبيداء اذا هو بركب تحت ظل شجره فقال اذهب فانظر من هؤلاء الركب فنظرت فاذا هو صهيب قال فاخبرته فقال ادعه لي قال فرجعت الى صهيب فقلت ارتحل فالحق امير المؤمنين فلما ان اصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول واخاه وصاحباه فقال عمر يا صهيب اتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب ببعض بكاء اهله عليه فقال ابن عباس فلما مات عمر ذكرت ذلك لعائشه فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب المؤمن ببكاء احد ولكن قال ان الله يزيد الكافر عذابا ببكاء اهله عليه قال وقالت عائشه حسبكم القران ولا تزر وازره وزر اخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله أضحك وأبكى قال ابن أبي مليكة فوالله ما قال ابن عمر من شيء وحدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان قال عمر عن ابن أبي مليكة كنا في جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحديث ولم ينص رفع الحديث عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما نصه أيوب وابن جريج، وحديثهما أتم من حديث عمرو. وحدثني حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، حدثني عمر بن محمد أن سالما حدثه عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت يعذب ببكاء الحي. وحدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الزهراني جميعا عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه قال ذكر عند عائشه قول ابن عمر الميت يعذب ببكاء اهله عليه فقالت رحم الله ابا عبد الرحمن سمع شيئا فلم يحفظه انما مرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازه يهودي وهم يبكون عليه فقال انتم تبكون وانه ليعذب حدثنا ابو كريب حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابيه قال ذكر عند عائشه ان ابن عمر يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الميت يعذب في قبره ببكاء اهله عليه فقالت وهل انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليعذب بخطيئته او بذنبه وان اهله ليبكون عليه الان وذاك مثل قوله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب يوم بدر وفيه قتلى بدر من المشركين، فقال لهم ما قال: إنهم ليسمعون ما أقول، وقد وهل، إنما قال: إنهم ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق، ثم قرأت: إنك لا تسمع الموتى، وما أنت بمسمع من في القبور، يقول: حين تبوأوا مقاعدهم من النار. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع، حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي أسامة، وحديث أبي أسامة أتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه، عن عمرة بنت عبد الرحمن، انها اخبرته انها سمعت عائشه وذكر لها ان عبد الله بن عمر يقول ان الميت ليعذب ببكاء الحي فقالت عائشه يغفر الله لابي عبد الرحمن اما انه لم يكذب ولكنه نسي او اخطا انما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهوديه يبكى عليها فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس عن علي بن ربيعه قال اول من نيح عليه بالكوفه قرضه بن كعب فقال المغيره بن شعبه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن مسهر اخبرنا محمد بن قيس الاسدي عن علي بن ربيعه الاسدي عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وحدثناه ابن ابي عمر حدثنا مروان يعني الفزاري حدثنا سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعه عن المغيره بن شعبه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عفان حدثنا أبان بن يزيد حا، وحدثني إسحاق بن منصور واللفظ له، أخبرنا حبان بن هلال، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أن زيدًا حدثه، أن أبا سلام حدثه، أن أبا مالك الأشعري حدثه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اربع في امتي من امر الجاهليه لا يتركونهن الفخر في الاحساب والطعن في الانساب والاستسقاء بالنجوم والنياحه وقال النائحه اذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سربال من قطران ودرع من جرب وحدثنا ابن المثنى وابن أبي عمر، قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن قالت وانا انظر من صائر الباب شق الباب فاتاه رجل فقال يا رسول الله ان نساء جعفر وذكر بكاءهن فامره ان يذهب فينهاهن فذهب فاتاه فذكر انهن لم يطعنه فامره الثانيه ان يذهب فينهاهن فذهب ثم اتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله قالت فزعمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في افواههن من التراب قالت عائشه فقلت ارغم الله انفك والله ما تفعل ما امرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن نمير، حا، وحدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح، حا، وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا عبد الصمد، حدثنا عبد العزيز يعني ابن مسلم، كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. وفي حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العي حدثني ابو الربيع الزهراني حدثنا حماد حدثنا ايوب عن محمد عن ام عطيه قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعه الا ننوح فما وفت منا امراه الا خمس ام سليم وام العلاء وابنه ابي سبره امراه معاذ او ابنه ابي سبره وامراه معاذ حدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا اسباط حدثنا هشام عن حفصه عن ام عطيه قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعه الا تنحن فما وفت منا غير خمس منهن أم سليم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن أبي معاوية، قال زهير: حدثنا محمد بن حازم، حدثنا عاصم عن حفصة، عن أم عطية، قالت لما نزلت هذه الآية: يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً. ولا يعصينك في معروف قالت كان منه النياحه قالت فقلت يا رسول الله الا ال فلان فانهم كانوا اسعدوني في الجاهليه فلا بد لي من ان اسعدهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ال فلان حدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن علي اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين قال قالت ام عطيه كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا يزيد بن زريع عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطيه قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الاخره كافورا او شيئا من كافور فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه وحدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية قالت: مشطناها ثلاثة قرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس: حا، وحدثنا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد، قال حدثنا حماد حا وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن علية قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وفي حديث مالك قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته بمثل حديث يزيد بن زريع عن ايوب عن محمد عن ام عطيه وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا حماد عن ايوب عن حفصه عن ام عطيه بنحوه غير انه قال ثلاثا او خمسا او سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك فقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها ثلاثة قرون وحدثنا يحيى بن أيوب حدثنا ابن علية وأخبرنا أيوب قال وقالت حفصة عن أم عطية قالت اغسلنها وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا قال وقالت أم عطية مشطناها ثلاثة قرون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن أبي معاوية قال عمر حدثنا محمد بن خازم أبو معاوية حدثنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت لما ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها وترا ثلاثا او خمسا، واجعلن في الخامسه كافورا او شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قالت فأعلمناه فأعطانا حقوة وقال: أشعرنها إياه. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال: اغسلنها وترا خمسا أو أكثر من ذلك بنحو حديث أيوب وعاصم، وقال في الحديث: قالت: فضفرنا شعرها ثلاثة أثلاث. قرنيها وناصيتها. وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن خالد عن حفصة بنت سيرين عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث امرها ان تغسل ابنته قال لها: ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. حدثنا يحيى بن ايوب وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد كلهم عن ابن علية قال أبو بكر حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد عن حفصة عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن خباب بن الأرت قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أُحد، فلم يوجد له شيء يكفل فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه، واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته، فهو يهدبها. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حا، وحدثنا منجاب بن الحارث التميمي، أخبرنا علي بن مسهر حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعاً عن ابن عيينة عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب واللفظ ليحيى، قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية. عن هشام بن عروة عن أبيه: عن عائشة قالت: كُفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أما الحلة فإنما شُبه على الناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكُفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فاخذها عبد الله بن ابي بكر فقال لاحبسنها حتى اكفن فيها نفسي ثم قال لو رضيها الله عز وجل لنبيه لكفنه فيها فباعها وتصدق بثمنها وحدثني علي بن حجر السعدي اخبرنا علي بن مسهر حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت ادرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله يمنيه كانت لعبد الله بن ابي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثه اثواب سحول يمانيه ليس فيها عمامه ولا قميص فرفع عبد الله الحله فقال اكفن فيها ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، وابن عيينة وابن إدريس، وعبدة ووكيع، حا، وحدثناه يحيى بن يحيى، أخبرنا عبد العزيز بن محمد، كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم قصه عبد الله بن ابي بكر وحدثني ابن ابي عمر حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه انه قال سالت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في ثلاثه اثواب سحوليه وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان ابا سلمه بن عبد الرحمن اخبره ان عائشه ام المؤمنين قالت سجي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مات بثوب حبره. وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قالا اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر حا وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الاسناد سواء حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من اصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، الا ان يضطر انسان الى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير لعله قال تقدمونها عليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر حا، وحدثنا يحيى بن حبيب، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا محمد بن أبي حفصة، كلاهما عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن في حديث معمر قال: لا أعلمه إلا رفع الحديث. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، قال هارون حدثنا، وقال الآخران أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك كان شرًا تضعونه عن رقابكم. وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لهارون وحرملة، قال هارون: حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. انتهى حديث ابي الطاهر وزاد الاخران قال ابن شهاب قال سالم بن عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث ابي هريره قال: لقد ضيعنا قراريط كثيره. حدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الاعلى حا وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكرا ما بعده وفي حديث عبد الاعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال: حدثني رجال عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث معمر وقال: ومن اتبعها حتى تدفن وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثني سهيل عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه ولم يتبعها فله قراط فان تبعها فله قراطان قيل وما القراطان قال اصغرهما مثل احد حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان حدثني ابو حازم عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازه فله قيراط ومن اتبعها حتى توضع في القبر فقيراطان قال قلت يا أبا هريرة وما القراط قال مثل أحد حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير يعني ابن حازم حدثنا نافع قال قيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فله قيراط من الأجر فقال ابن عمر: اكثر علينا ابو هريره، فبعث الى عائشه فسالها فصدقت ابا هريره، فقال ابن عمر: لقد فرطنا في قراريط كثيره. وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثني حيوه، حدثني ابو صخر، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط أنه حدثه أن داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازه من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من اجر كل قيراط مثل احد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الاجر مثل احد فارسل ابن عمر خبابا الى عائشه يسالها عن قول ابي هريره ثم يرجع اليه فيخبره ما قالت واخذ ابن عمر قبضه من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع اليه الرسول فقال قالت عائشه صدق ابو هريره فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الارض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيره وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا شعبة حدثني قتادة عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة اليعمري، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، فإن شهد دفنها فله قيراطان، القيراط مثل أُحد. وحدثني ابن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، قال: وحدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، حا، وحدثني زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا أبان، كلهم عن قتادة بهذا الإسناد مثله. وفي حديث سعيد وهشام سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن القراط فقال مثل احد حدثنا الحسن بن عيسى حدثنا ابن المبارك اخبرنا سلام بن ابي مطيع عن ايوب عن ابي قلابه عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه امه من المسلمين يبلغون مائه كلهم يشفعون له الا شفعوا فيه قال فحدثت به شعيب بن الحبحاب فقال حدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الايلي والوليد بن شجاع السكوني قال الوليد حدثني وقال الآخران حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر عن كريب مولى بن عباس عن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس قال فخرجت فاذا ناس قد اجتمعوا له فاخبرته فقال تقولهم اربعون قال نعم قال اخرجوه فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه وفي رواية ابن معروف عن شريك بن ابي نمر عن كُريب عن ابن عباس، وحدثنا يحيى بن ايوب وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وعلي بن حجر السعدي، كلهم عن ابن عليا واللفظ ليحيى، قال حدثنا ابن عليا اخبرنا عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك قال: مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم وجبت 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 قال عمر فدا لك ابي وامي مر بجنازه فاثني عليها خيرا فقلت وجبت 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 ومر بجنازه فاثني عليها شرا فقلت وجبت 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 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنه ومن اثنيتم عليه شرا وجبت له النار انتم شهداء الله في الارض أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وحدثني أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني بن زيد، حا، وحدثني يحيى بن يحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان كلاهما عن ثابت عن أنس، قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة. فذكر بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن محمد بن عمرو بن حلحلة، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أبي قتادة بن ربعي أنه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من اذى الدنيا ونصبها الى رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم الى المصلى وكبر اربع تكبيرات وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما حدثاه عن ابي هريره انه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشه في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لاخيكم قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن المسيب ان ابا هريره حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه اربع تكبيرات وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد، حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب كروايه عقيل بالاسنادين جميعا. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه، حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال، حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على اصحمه النجاشي فكبر عليه اربعا وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح اصحمه فقام فأمنا وصلى عليه حدثنا محمد بن عبيد الغبري حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله حا وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له حدثنا ابن علية حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه قال فقمنا فصفنا صفين وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قالا حدثنا اسماعيل حا وحدثنا يحيى بن ايوب حدثنا ابن عليه عن ايوب عن ابي قلابه عن ابي المهلب عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشي وفي روايه زهير ان اخاكم حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن الشيباني عن الشعبي: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه اربعا. قال الشيباني: فقلت للشعبي: من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس: هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر: من حدثك؟ قال الثقة: من شهده؟ ابن عباس. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم حا وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قالا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير، حا، وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبه كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وليس في حديث احد منهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه اربعا وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبه عن إسماعيل بن أبي خالد حا وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو الرازي حدثنا يحيى بن الضريس حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديثهم وكبر أربعة. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن حبيب بن الشهيد، عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزهراني، وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري. واللفظ لابي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن ابي رافع عن ابي هريره ان امراه سوداء كانت تقم المسجد او شابه ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عنها او عنه فقالوا مات قال افلا كنتم اذنتموني قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار. قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، وقال أبو بكر عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عامر بن ربيعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رايتم الجنازه فقوموا لها حتى تخلفكم او توضع وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا، وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث حا، وحدثني حرملة أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس جميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وفي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه». وحدثني أبو كامل حدثنا حماد حا وحدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حا وحدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون حا وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد، نحو حديث الليث بن سعد، غير أن حديث ابن جريج: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها». حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن عليه عن هشام الدستوائي حا: وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمنا معه، فقلنا يا رسول الله، إنها يهودية، فقال: إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، انه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازه مرت به حتى توارت وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير ايضا انه سمع جابرا يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لجنازه يهودي حتى توارت حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسهل بن حنيف كانا بالقادسية فمرت بهما جنازه فقاما فقيل لهما انها من اهل الارض فقالا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازه فقام فقيل انه يهودي فقال اليست نفسا وحدثنيه القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الاعمش عن عمرو بن مره بهذا الاسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازه. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر واللفظ له حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ انه قال راني نافع بن جبير ونحن في جنازه قائما وقد جلس ينتظر ان توضع الجنازه فقال لي ما يقيمك فقلت انتظر ان توضع الجنازه لما يحدث ابو سعيد الخدري فقال نافع فان مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن ابي طالب أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد. وحدثني محمد بن المثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن الثقفي. قال ابن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري. أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد، وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو كُريب حدثنا ابن أبي زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وحدثني زهير بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنازه. وحدثناه محمد بن ابي بكر المقدمي وعبيد الله بن سعيد. قالا حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبه بهذا الاسناد. وحدثني هارون بن سعيد الايلي اخبرنا ابن وهب اخبرني معاويه بن صالح. عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو من عذاب النار، قال: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال: وحدثني عبد الرحمن بن جبير حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس، عن أبي حمزة الحمصي، حا، وحدثني أبو الطاهر، وهارون بن سعيد الأيلي، واللفظ لأبي الطاهر، قالا: حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن أبي حمزة بن سليم، عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير، عن أبيه. عن عوف بن مالك الاشجعي قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازه يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن زكوان قال حدثني عبد الله بن بريده عن سمرة بن جندب قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على ام كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حا وحدثني علي بن حجر أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرم العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها وفي رواية ابن المثنى قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: فقام عليها للصلاة وسطها. حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبة واللفظ ليحيى. قال ابو بكر: حدثنا وقال يحيى: اخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سماك بن حرب، عن جابر بن سمره قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح، ثم أُتي بفرس عُري فعقله رجل فركبه، فجعل يتوقص به، ونحن نتبعه نسعى خلفه. قال: فقال رجل من القوم: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عذق معلق او مدلى في الجنه لابن الدحداح او قال شعبه لابي الدحداح حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن اسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن ابي وقاص ان سعد بن ابي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا، وانصبوا علي اللبن نصبا، كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا وكيع، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر ووكيع، جميعا عن شعبة، حا، وحدثنا محمد بن المثنى، واللظلة. قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا شعبه حدثنا ابو جمره عن ابن عباس قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفه حمراء قال مسلم ابو جمره اسمه نصر بن عمران وابو التياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث حا، وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه، وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه، قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس، فتوفي صاحب لنا، فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي وائل عن ابي الهياج الاسدي قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وحدثنيه ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى وهو القطان حدثنا سفيان حدثني حبيب بهذا الاسناد وقال ولا صوره الا طمستها حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا حجاج بن محمد، حا، وحدثني محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، جميعا عن ابن جريج، قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر قال نهي عن تقصيص القبور وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي حا وحدثنيه عمرو الناقد حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه وحدثني علي بن حجر السعدي حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بسر بن عبيد الله عن واثله عن أبي مرثد الغنوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وحدثنا حسن بن الربيع البجلي حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها وحدثني علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق اخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزه عن عباد بن عبد الله بن الزبير ان عائشه امرت ان يمر بجنازه سعد بن ابي وقاص في المسجد فتصلي عليه فانكر الناس ذلك عليها فقالت ما اسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. وحدثني محمد بن حاتم، حدثنا بهز، حدثنا وهيب، حدثنا موسى بن عقبة، عن عبد الواحد، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، يحدث عن عائشة: أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص، ارسل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ان يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه اخرج به من باب الجنائز الذي كان الى المقاعد فبلغهن ان الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشه فقالت ما اسرع الناس الى ان يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا ان يمر بجنازه في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء الا في جوف المسجد وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة لما توفي سعد بن أبي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه، قال مسلم: سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء، أمه بيضاء. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد. قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخران: حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن شريك وهو ابن ابي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشه انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من اخر الليل الى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. ولم يقم قتيبة قوله وأتاكم. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب، أنه سمع محمد بن قيس يقول: سمعت عائشة تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى حا وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد حدثنا ابن جريج أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدته قال قالت عائشة ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قال قالت لما كانت ليلتي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا رابية قالت قلت لا شيء قال: لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت: قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، فأخبرته. قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي. قلت: نعم، فلهدني في صدري لهدة أوجعتني. ثم قال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت: مهما يكتم الناس يعلمه الله. نعم. قال: فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني، فأخفاه منك فأجبته، فأخفيته منك، ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك، وظننت أن قد رقدت فكرهت أن أوقظك، وخشيت أن تستوحشي، فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قالت: قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول في روايه ابي بكر السلام على اهل الديار وفي روايه زهير السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لامي فلم ياذن لي واستاذنته ان ازور قبرها فاذن لي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالا حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم عن ابي هريره قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه، فبكى وأبكى من حوله، فقال: «استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت». حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير، قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان، وهو ضرار بن مره، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء، فاشربوا في الأسقية كلها، ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: "وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن زبيد اليامي، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة أراه عن أبيه، الشك من أبي خيثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا قبيصة بن عقبة عن سفيان، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة عن أبيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا ابن ابي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراساني قال: حدثني عبد الله بن بريده عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم بمعنى حديث ابي سنان. باب ترك الصلاه على القاتل نفسه حدثنا عون بن سلام الكوفي اخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمره قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه